من قلب العاصمة الجزائرية تقرع الطبول على أنغام أصيلة. على مرأى العيون تستعرض الفرق الموسيقية رقصات وأنغام، بينما يفرش التراث في كل مكان لتعرض العاصمة تقاليد مدن ومناطق مختلفة. اليوم روعة، اليوم عندنا شعبية كبيرة، وكمشاركة أنا في اللباس التقليدي النايلي فرحانة جدا بمناسبة هذه الصناعة التقليدية في اللباس النايلي وفي اللباس التقليدي. في شفت أشياء كثيرة مع زميلاتي كجمعيات وكحرفيات، شفت أشياء كثيرة. عادات وتقاليد مختلفة يحاول المشاركون عرضها على الزوار، ففي هذه الزاوية مثلا شيء من أصالة مدينة تلمسان الواقعة شمال غرب الجزائر. احنا ما جيناش هنا باش نبيعوا ولا نشريوا، جينا باش نعرفكم على المنتوج التلمساني، خاصه في اللباس او الاكل التقليدي اللي راكم شتوه كل شيء. عندنا اكلات تقليديه اللي عندها قديم وقديم الزمان، مثل الكسكس والقريوش والمقروض اللي راه معروف اللي دخلوه الاندلسيين. وعندنا كما شتوا اللباس الرجالي واللباس النسائي كما الشده اللي راه مصنفه في اليونسكو. وللباس النصيب الوافر من الاهتمام، فلكل منطقة تقاليد تمثلها. ولباس ملكي وتدخل به العروسة، لازم العروسة تلبس الشدات التلمسانية، حتى ولو كان ما تكونش متلمسان نجيبوها يوم أو يومين قبل ذلك ونلبسوا لها اللباس التقليدي وهو الشدات التلمسانية باش تبان كعروس أو كأميرة. والعروس العريس يدخل كأنه فارس، أمير فارس، يدخل بالجواد ديالو والبرنص ديالو الأبيض. وتستمر هذه التظاهرة الثقافية بالعاصمة على مدار أيام متتالية، فرصة أخرى لإحياء التقاليد في أجواء بهيجة تنثر ألوان المدن في شوارع العاصمة. هكذا إذن هي أجواء الاحتفالات بالعاصمة الجزائرية، تظاهرة فنية وثقافية تحاول الجزائر من خلالها الكشف عن شيء من تراثها الكبير والمتنوع. من الجزائر سربانا اليوم.